جرد المعمودية موجود داخل البير لغاية اليومنا هذا يستعمل لتعميد الأطفال في هذه الكنيسة اللي في هذه الطائفة المسيحية الموجودة في بيركوين. هذا المكان اللي احنا فيه هاي هي المكان الأساسي القديم طبعا اللي هي الكنيسة اللي دخلها السيد المسيح وأشفى فيها العشر بروس. وطبعا هذه الكنيسة يعني تعتبر من أقدم الكنائس في العالم، وطبعا عم بيجيها الزوار من جميع العالم، شخصيات عالمية، سفراء، كناصل عم بدخلها. فالكنيسة هاي تأسست على مرحلتين، أول مرحلة هاي اللي احنا فيها، والمرحلة الثانية اللي كبرنا هذه اللي. وطبعا هذه الكنيسة تشتهر في مهمتين أثرية ودينية في هذا واحد. المرحلة الأولى هاي المرحلة الأولى اللي احنا فيها، هذا المكان اللي أنا فيه هذا، هاي هي المرحلة الأولى، هاي هي المهمة اللي دخلها السيد المسيح وأشفى فيها العشر بروس. قبل كم عام يعني؟ تقريبا من 2000 عام، من زمان السيد المسيح تقريبا 2000 عام. هذه هنا اللي هي المغارة احنا بنسميها اللي هي الأساسية يعني، شايف كيف؟ فالمرحلة الثانية اللي تأسست الثانية هذه شايف كيف؟ انبنت على زمن الملك قسطنطين وامه هيلاني ما بين القرن الثالث والسابع، الخامس والسابع، السادس والسابع، يعني في حوالي 1600 عام. فتحة من السطح اللي نزلوا فيه العشر رجال اللي كانوا مصابين في مرض البرص، وطبعا كانوا يعطوهم الاكل والشرب منها، وطبعا كل حياتهم كانت كلها موجوده بهذا المكان. وطبعا بالمقدمه كانت مكفله، وبهذاك الزمان كان يعتبروه مرض معدي هذا، وطبعا نجس يعني، حتى يعتبروا نجس لأنها كانت بهذاك الزمان الشريعة الموسوية، شريعة النبي موسى. الكنيسة هذه الكنيسة اللي هي سمت على اسم القديس جوارجوس. وطبعا بالنسبة لبركين، بركين قبل 2000 عام ما كان اسمها بركين. من العجيب اللي دخلها السيد المسيح هنا وأشفى البرك، البرص هذول العشر برص، مع مر الزمان تحولت لبركين. طبعا هذا البير روماني قديم قديم، اكتشف بالترنيمات الأخيرة اللي صارت بال 2007. هذا البير عبارة عن 7 متر لتحت، كله طبعا مدخلين، عبارة عن 3 غرف داخل الأرض، في محل للكناديل، في محلات للأكل، في محلات للنوم. طبعا هذا البير استعمل فترة الاضطهاد الروماني، كانوا المسيحيين فترتها مضطهدين لأن كانت الدولة الرومانية غير مسيحية، فترتها كان المسيحية أو الرهبان يلتجئ إلى الصلاة داخل هيك أبار. طبعا اكتشف في وقتنا الحالي الزوار بيزوروا هذا المكان، بينزلوا كمان بيزوروا هذا المكان. بما إنك للمعصورين معرض ومعتكر، للفقراء والمساكين عاطل وناصر، وللمرضى طبيب شافي، وعن الملوك مكافح ومحارب. كان اللي احنا هسه واقفين فيه اللي هو الهيكل. هذا الهيكل طبعا كيف السيد المسيح لما كان مع 12 تلميذ قائم بالنسبة للدين المسيحي، هو الكاهن هسه قائم بمكان السيد المسيح مع الشعب انه بهذا الهيكل. هنا الهيكل هذا عظيم جدا. اول شيء انه حتى بصير الذبيحة اللي هو القربان المقدس طبعا الكاهن بيعمله بهذا المكان. خلال التصليحات اللي صارت بال 2010 لقينا هون بأرضية الكنيسة 3 خوارج مدفونين، عتبة فحص الدياني اللي هم مدفونين 500 سنة. طبعا لما كانت هون الكنيسة كملناهم من هون دفناهم برا، لقينا كل هاي الدخيرة الكنيسة القديمة كلياتها الشغلات هاي موجودة في جزاج معها، في إنجيل في اللغة العربية، في صليب قديم، في قطع من أثواب الخوارني، في الكنادير الرومانية، في الميداليات الثلاثة اللي كانوا لابسينها، في المعلقة اللي كانوا يستخدموها في مناولة القديمة، وجميعهم بعودوا بين 500 ل 600 سنة. المكان اللي احنا واقفين أمامه طبعا هذه اسمها كرسي المطران أو البطرك. فكاهن
يصح ما يصح ما بصح له انه يقعد فيها الا من مطران وما فوق. وهذا الكرسي من ناحيه دينيه حتى لها مكانه دينيه، اول ما بيبدا الكاهن بالصلاه انه بيجي بيركع امامها وطبعا بيبدا بالصلاه. وبالنسبة للكرسي هاي إنه في العالم كلها ما فيش غير كرستين هي هاي اللي احنا أمامها، وفي كرسي بسوريا بحلب طبعا نفس الكرسي هاي، ففي العالم كلها بس وجد كرستين من هذا المكان، من هذا المكان اللي احنا واقفين أمامه، اللي هي هذه كرسي تعال كرسي البطرق أو المطران.